هذا السائل يقول: من وقع في ذنب ترتب عليه اللعنه والابعاد عن رحمه الله، هل تقبل منه سائر العبادات من الدعاء والصلاه والتوبه؟ اي نعم، اذا وقع في معصيه وعنده طاعات فطاعته صحيحه ويأثم على المعصية، يثاب على الطاعات ويأثم على المعصية، إلا إذا كانت هذه المعصية تقتضي الكفر، إن الكفر يحبط الأعمال. أما إذا كانت المعصية لا تقتضي الكفر فهو يأثم بها ويعذب عليها، لكن طاعته صحيحة. نعم.